هل هناك مدرسة، هل هناك ما في العالم، هل هناك أنظمة خلقت المدارس نتاعها؟ ما كان حتى مدرسة خلقها. إذا كان هناك هنا وهناك بعض المشاكل فنأخذها بالاعتبار مباشرة، لكن الحمد لله الإحصائيات بصفة عامة على كل مستوى الوطن هي إيجابية جدا ولا تؤدي إلى أخذ قرار مثل هذا. نطلب من الأسرة التربوية أن تقوم بواجبها كإدارة، كأساتذة، كنقابات للوقوف سويا ضد هذا الوباء باحترام البروتوكول الوقاية واحترام أبنائنا وأهالينا.